أحداث مرت، طرف حدثت، حضارة نشرت، حروب وقعت، أمم اندثرت، أجيال ولدت. تاريخنا أمجاد، أمجادنا تاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. تاريخنا أمجاد، أمجادنا تاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. أدباء، شعراء، ظرفاء، موسيقى، طرب وغناء، علم، أدب وتراث، طرف فاقت أحداث، شمس نارت أكوان، لون من كل الألوان. تاريخنا أمجاد، أمجادنا تاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. تاريخنا أمجاد، أمجادنا تاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. طرائف العرب غاية الأرب، واحدة باليوم تقطر كل يوم. طرائف العرب. مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم طرائف العرب. تحدثنا من قبل عن الشعراء وعن الأدباء وعن الخطباء وعن العلماء، ولكننا هذه الليلة إن شاء الله نتحدث حديثا آخر، نتناول فيه نوعية جديدة. فأظن أنه قد آن الأوان أن نتحدث عن الخلفاء. حديثنا هذه الليلة إن شاء الله عن خليفة عالم، كان عالما في الفقه، عالما في الأدب، عالما بالشعر، كان خطيبا مفوها، كان يخطب الناس الجمعة في كل أسبوع. ولذلك يحضرني أنه عندما أسرع الشيب إليه قال له أحدهم: يا أمير المؤمنين، أسرع إليك الشيب؟ قال: نعم، كيف لا يسرع الشيب إلي وأنا أعرض فكري على الناس مرة في كل أسبوع؟ هذا الخليفة هو الخليفة الأموي عبد الملك ابن مروان. هلموا بنا لنرى ماذا كان من علمه في هذه النادرة التي تعرض هذه الليلة. من منكم يخبرني عن حي من أحياء العرب فيه أشد الناس وأحضرهم جوابا وأحلم الناس وأطوع الناس بقومه وأسخى الناس؟ لا نعرف هذه القبيلة يا مولاي، ولكن ينبغي أن تكون في قريش، قوم أمير المؤمنين. لا والله. إذن فحمير وملوكها. لا والله، لابد وأنها في قبيلتنا ربيعة. صدقت، وهم قومك، فهل تعرف هؤلاء؟ لا والله يا أمير المؤمنين. أما أشد الناس فهو حكيم بن جبلة، وكان من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه، وقاتل معه في موقعة الجمل، فضربه أحدهم بالسيف فقطع ساقه، وبقيت ملتصقة بجسمه بشيء من الجلد،
فشدها بيده حتى انفصلت وضمها إليه حتى مر به من ضربه، فإذا به يرمي ضاربه ضربة قوية جعلته ينقلب عن ظهر الفرس ويسقط على الأرض، فحب إليه وقتله بذراعيه ثم اتكأ عليه، فمر به بعضهم فقالوا: أين ساقك يا حكيم؟ قال: يا ساقي لا تراعي، إن معي ذراعي أحمي بها كراعي. ثم أسلم الروح. ولم يستطع الجالسون أن يعرفوا من هو أجود العرب الذي يقصده عبد الملك بن مروان، ذلك أن العرب عرفوا منذ القدم بالجود والسخاء، وتميزوا بهذه السمة على الأمم جميعا. حسبنا ما يقوله أحد الشعراء في أحد الأجواد: ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. لم يعرفوا فطلبوا من عبد الملك بن مروان أن يبين لهم من الذي يقصد، فبين لهم هذا، قال لهم: إنه عبد الله بن صوار، أقامه معاوية ابن أبي سفيان واليا على السند، فتوجه إليها ومعه 4000 شخص، وكان عندما يحين موعد الطعام يأمر بمد الموائد وفتحها للناس جميعا، لمن معه من أتباعه ولغيرهم من شاء أن يأكل، وظل هذا المنوال في جميع الأكلات، وكان يوقد عند خيمته نار عظيمة ليراها الناس من كل مكان ليأتوا ليتناولوا الطعام. وذات يوم كان جالسا في الصرادق الذي ضرب له للاستراحة، فرأى نارا أخرى صغيرة، قال: ما هذا؟ قالوا: إنه واحد من أتباعنا أو من إخوتنا مرض، ووصف له الخبيص مطعما له، والخبيص أكلة من التمر واللبن، فأمر الطهاة أن يطعموا الناس جميعا خبيصا، فجعلوا يأكلون الخبيص حتى ملوا، وحتى قالوا: أيها الأمير، أعدنا إلى ما كنا نأكله، ولذلك سمي مطعم الخبيص. هذا هو أجود العرب الذي قصده عبد الملك بن مروان. يبقى من هو أطوع العرب في قومه، أي من الذي يطيعه قومه طاعة عمياء لا يسألونه عن أمر أمر به لماذا أمر، وإنما يتسابقون إلى طاعته. هلموا بنا لنشهد ولنسمع من هذا الذي هو مطاع في قومه، بل هو أطوع العرب في قومه. ومن يكون أطوع الناس في قومه يا أمير المؤمنين؟ أما أطوع الناس في قومه فهو الجارود بن بشر بن العلاء سيد عبد قيس، ذلك أنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد قوم من العرب وامتنعوا عن دفع الزكاة، وكان منهم قومه عبد قيس، فوقف فيهم قائلا: أيها الناس، إن كان محمد صلى الله عليه وسلم قد مات فإن الله حي لا يموت، فاستمسكوا بدينكم، ومن ذهب له في هذه الردة وتلك الزكاة دينار أو درهم أو شاة أو بعير فله عندي مثلها. أما أحضر الناس جوابا في قومه فهو صعصعة بن سوحان. كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ دخل وفد من العراق يوما على معاوية بن أبي سفيان وكان فيهم صعصعة، فاستقبلهم معاوية قائلا: مرحبا يا أهل العراق، قدمتم أرض الله المقدسة، منها المنشر وإليها المحشر، قدمتم على خير أمير يبر كبيركم ويرحم صغيركم،
والله لو أن الناس كلهم ولد أبي سفيان لكانوا حكماء عقلاء. نحمد الله سبحانه وتعالى ونصلي على نبيه محمد خاتم الأنبياء وبعد. أما قولك يا معاوية إن قدمنا الأرض المقدسة، فلعمري ما الأرض تقدس الناس ولا يقدس الناس إلا أعمالهم. وأما قولك منها المنشر وإليها المحشر، فلعمري ما ينفع قربها فاسقا ولا يضر بعدها مؤمنا. وأما قولك لو أن الناس كلهم ولد أبي سفيان لكانوا حكماء عقلاء، فقد ولدهم من هو خير من أبي سفيان، آدم صلوات الله عليه. ومع ذلك فمنهم الحليم والسفيه والجاهل والعالم. صدقت صدقت. بقي أن نعرف أحلم الناس يا أمير المؤمنين. وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد قيس، وقدموا له زكاتهم ففرقها على مستحقيها، ثم نظر فيهم وكان معهم رجلا اسمه أشجع، فقال له صلى الله عليه وسلم: أدن مني. فدنا منه، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أشجع، إن فيك خلتين يحبهما الله تعالى، ألا وهما الأناة والحلم. وكفى برسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدا. مشاهدي الأعزاء، أما قلت لكم إن هذا الخليفة خليفة عالم؟ لقد ظهر لكم من هذه النادرة علمه في الحديث، في الشعر، في الأدب، في الأنساب. وهكذا كان عبد الملك ابن مروان، وكان كثير من الخلفاء على هذا النحو من العلم. إخوتي، حتى نلتقي بكم إن شاء الله تبارك وتعالى في حلقة الغد، نسأل الله لكم أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحداث مرت، طرف حدثت، حضارة نشرت، حروب وقعت، أمم اندثرت، أجيال ولدت. تاريخنا أمجاد، أمجادنا تاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. تاريخنا أمجاد، أمجادنا تاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. أدباء شعراء ظرفاء، موسيقى طرب وغناء، علم أدب وتراث، طرف فاقت أحداث، شمس نارت أكوان، لون من كل الألوان. تاريخنا أمجاد، أمجادنا تاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. تاريخنا أمجاد، أمجادنا تاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. طرائف العرب غاية الأرب، واحدة باليوم تقطر كل يوم. طرائف العرب.